ثم فترة من 74 إلى 79. يهمني أنه نسمع شهادتك على الخلاف المغربي الجزائري بخصوص قضية الصحراء. سنة 74 أنت كنت تدرس في جامعة قسنطينة، اندلعت معركة أمغالا بين الجزائر والمغرب. شوف، يعني هي في الواقع القضية ما كانت يعني تتطور هكذا لولا النظرة الجيوستراتيجية متاع بومدين. بومدين وقتها يعني في الفترة هذيك أعلن يعني الدخول في معركة من أجل وحدة الشعوب، وهي وحدة الشعوب يدخلها أيضا يعني من ضمنها أيضا مش المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، من ضمنها أيضا شعب الصحراء الغربي. الصحراء الغربية بتعرف مسيرة الخضرة وما نتج عنها وشبه اتفاق ما بين الجزائر وإسبانيا كذا أنه تتقسم على اثنين، واحدة للمغرب واحدة موريتانيا، ثم تراجع يعني بومدين في القضية، والحقيقة ركب عليها ولات قضية القضايا بتاع الجزائر والتي تسمم إلى حد اليوم العلاقات بين بلدان المغرب العربي وتسمم الحياة السياسية في الجزائر. لماذا بقيت قضية الصحراء الغربية قضية مزمنة إلى اليوم؟ هنا شو يعني شهادة في بداية المعركة، في معركة أمغال الأولى، أنا عندي طالب رحمة الله عليه يعني وقتها مازال كيف تخرج ودخل في الخدمة العسكرية وبعثوه الأمغالة ومات من ثم أمغالة. ثم في الأثناء كنت اتصلت يعني برئيس البوليزاريو آنذاك وراسلني وإلى ذلك يعني. ما نخفيش عليك أني تحمست في الأول، يعني ربما السنة الأولى كتبت حتى مقال في الموضوع يعني في صحيفة تصدر في قسنطينة. ثم فيما بعد يعني أدركت أن القضية تتجاوز رغبة الشعوب وإرادتها يعني في تقرير المصير، في تقرير المصير. الشعب الصحراوي يعني وقتها حسب التعداد الرسمي للإسبان في 70,000 مواطن، الكثير منهم يعني دفعتهم الجزائر في المعركة الثانية متاع أمغالة، خرجتهم ورحلتهم إلى تندوف في الجزائر، وهم الذين يسكنون الآن ويعني يمثلون الجمهورية الصحراوية كما تسمى، الجمهورية الصحراوية. ثم بعد يعني دخلت حسابات كبيرة ما بين الجزائر والمغرب، ومن يساند المغرب من جهة ومن يساند الجزائر، دخلت فيها يعني معمعة في إفريقيا. هل هي قضية قابلة للحل؟ أنا أعتقد أن ما اقترحه المغرب في السنوات الأخيرة، نعم، حكم ذاتي واسع الصلاحيات، حكم ذاتي واسع الصلاحيات، نعم، هو الحل، هو حل في المستقبل، هو حل واقعي، حل واقعي، ودون ذلك لن يكون حل واقعي، لأنه استبعد أن تقبل المغرب باستقلال الصحراء الغربية، هذا الحل اللي طالبته الجزائر. وحتى لو وقع استفتاء مش بالضروره الصحراويين سيختارون الاستقلال، اولا لانه على مدى 40 سنه واكثر وقعت استثمارات كبيره في الصحراء الغربيه، ومدنها تبدلت وريفها تبدل الى هذا، نعم، يعني يخشى انه يستمر هذا الوضع الى ان يفهم القاده المغربيين انه القضيه يعني مش في زيادة البلدان والدول، هاي ثم من مكلف بهذا الآن، يعني الموجة الجديدة بتاع الاستعمار من جملة غايتها أنها تشتت المشتت وتقسم المقسم وتدمر الدول. دكتور أحمد المنعم، نعرف الناس كل اللي اسم زين العابدين بن علي طرح على الساحة السياسية في حكومة الوحدة بين تونس وليبيا، معاهدة جربة، ولكن يتردد أنه خالك عبد الله فرحات الذي كان وزيرا للدفاع يعود له الفضل، أو ربما هو السبب
في الارتقاء السريع لبن علي في سلم المسؤوليات السياسية؟ شوف، بن علي كان ضابط سامي في الجيش التونسي. كنت تعرفه معرفة شخصية؟ لا لا ما أعرفه، لكن أعرفه يعني. كان ضابط سامي في الجيش التونسي في وقت من الأوقات، كان كثير من الضباط يمشوا في ملحق عسكري. ملحق عسكري، مشى ملحق عسكري للمغرب. في مع نهاية انتهاء الفترة رجع، وقتها مازال ما حضرولوش الإدارة أو المؤسسة اللي باش يديرها، فبقى في الديوان، بقى في الديوان الرئاسي، في الديوان الوزير. فكي الفترة هذيك وقعت أحداث، يعني الأحداث السابقة لأحداث جانفي 78، يعني نهاية 77. وقتها ما أعلمه ما أذكره أنه الهادي النوير رحمة الله عليه طلب شخص مستعد أنه يصير يعني عسكري، مستعد أن يصير أنه ينزع البدلة العسكرية، مستعد أن يلبس يعني البدلة المدنية في الحين. فكان بن علي كان عنده الاستعداد أنه ينزع البدلة العسكرية؟ لا، مش هو في الحقيقة، أنا نتصور الهادي النويرة يعني أراد شخصا عنده عقلية مدنية متاع إدارة الأمن وكذا، هو حسبها في الكسوة، فراح طول يعني للدار نزع الكسوة العسكرية وجاب المدني. شكرا لك دكتور أحمد المناعي. هكا نوصلوا إلى خاتمة الجزء الأول من لقائنا في دفاتر سياسية مع رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية المعارض السابق، أول مرشح افتراضي إنشأنا ضد بن علي سنة 94، وهو أيضا عضو بعثة المراقبة العربية الأولى إلى سوريا في أزمتها الحالية. نلاقيكم إن شاء الله في موعد قادم مع الدكتور أحمد المناعي في دفاتر سياسية.